إذن متابعينا الكرام، التواصل هنا مع أيضا انطلاقة شوطنا الثالث الذي يحمل لنا في طيات هذه الأسماء من الإبكار الحقائق ضمن إشارة الديوان العاشرة. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، ننطلق مع صدارة هذا الشوط والصدارة الأولى. هنا أيضا عزايم وناصر بن حمود بن حمد العفاري، بينما هناك تدخل في هذه اللحظات من شعار هيام بخالد مسلم العامري مقدما لنا دمعة في هذا المسار، بينما هناك الوصول القدوم في هذه اللحظات والتواصل هنا من العزرة لصالح بسليب بدودة العامري يتواصل على ثالث الأسماء، بينما المركز الرابع والقادمة في هذه اللحظات والمتواصلة هنا أيضا ملهمة، وأحمد بن نصيب بلويع العامري يقدم ملهمة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات من شعار سالم بن عبد الله بن حمد بلويع العامري يقدم بديعة على المركز الخامس، بينما سادس الأسماء هناك مشاهد العزاء الرباع العويضة بن سهيل بن حمد بن مضحية العامري، بينما هناك سابع الأسماء يتواصل رعشيقة يقدم لنا الحذرة، حمدان بن محمد بن حمد رعشيق العامري يتواصل في هذه اللحظات من خلال هذا المسار والاندفاع، بينما هنا الوصول والقدوم على ثامن الأسماء يتواصل هناك مشاهد العزاء ومتابعي الكرام مع مطيلة مبارك بن حمد بن دليل بلويع العامري ناخذ المركز التاسع، والقادم في هذه اللحظات شعار بن حلوس يتقدم في هذه اللحظات مع مرموقة، وهناك محمد بن عبيد بن حلوس بذيبان العامري، بينما شعار العوية قادم مع ذهيبة محمد بن سهير العوية العامري مع ذهيبة على عاشر الأسماء. هذه النتيجة لهذه الأسماء، هذه النتيجة ومتابعي الكرام للعشرة الأسماء المتقدمة الأولى، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول والقيادة الأولى من خلال هذا المسار. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه دمعة، دمعة على المركز الأول، دمعة على الصدارة الأولى. انهيام بن خالد بن مسلم العامري هنا يتقدم بشعاره وانطلاقاته وتحدياته وإبداعاته. هنا مشاهد العزاء ياتي مع دمعة ما شاء الله تفتتح هذه البوابة بأداء رائع، بانطلاق جميل. هنا متابعي الكرام بتصميم وعزم وقوة وإثارة على الصدارة الأولى والمركز الأول، بينما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء ننتظر القادمون والهاجمون، وأول القادمون شعار عشيقة هنا يتواصل في هذه اللحظات مع الحذرة حمدان بن محمد بن حمد راعشيق العامري، وهناك شعار بالويع يتواصل سالم بن عبد الله بن حمد بالويع العامري، ولكن هناك الصدارة راع العوية قادم أيضا في هذا المسار والانطلاق والاندفاع، وهناك شعار بن حلوس، ولكن هناك دمعة ما شاء الله، دمعة على المركز الأول تأتي بهذه الانطلاقة وهذا الاندفاع على الصدارة الأولى والمركز الأول، ولكن الخطورة القادمة في هذه اللحظات من شعار عشيقة الحذاري من الحذرة، الحذرة قادمة في هذه اللحظات. راعي عشيقة هنا يتواصل يتقدم بهذا الأداء الرائع والجميل هنا من خلال هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الأول والانطلاق الأول. سلام راعي عشيقة، سلام حمدان بن محمد بن حمد راعي عشيقة العامري من خطف ناموس هذا الشوط، بينما المركز الثاني كان الدخول من دمعة لنهيام بخالد
بن سلم العامري المركز الثالث. هناك الدخول مشاهدي الاعزاء من شعار سالم بن عبد الله بن حمد بن لويع العامري مقدما لنا بديعه في هذا الشوط. عودتنا بالثانيه والناموس متابعي كرام لمالك الحذره حمدان بن محمد بن حمد راعي الشيق العامري. التوقيت الزمني كان متابعي كرام 4:28 65 جزءا من الثانية. تانينا وناموس.